صباح الخير يا صباح الجمال. اليوم حنروح برا المنتجع حنشوف معالم جديدة. تعالوا معنا. الجو زي ما انتم شايفين مشمس وهواء لطيف جدا. وصلنا لمنتجع آخر من أفضل وأجمل منتجعات في الغردقة، منتجع البارون. Hello. Thank you. صارت الاستقبال هنا غرف النوم مطلة على الفيو الرائع، هذا المسبح وأمامه البحر الجميل. منطقة سهل حشيش هي تعتبر من المناطق الفكرة تماما في المنتجعات، مخطط لها بعد ما تكتمل تماما، تعتبر من احسن او اقدر اقول مستقبل السياحة في مصر هو موجود في منطقة سهل حشيش نتيجة المشروعات اللي موجودة والمشروعات اللي هي تحت الانشاء والبنية التحتية الكبيرة اللي هي دلوقتي الهيئة اللي مسؤولة عن المكان هنا تشتغل. الفندق عندنا هنا 645 أوضة، معظمهم كل الاندور اللي عندنا ما فيهوش تدخين خالص، وده المكان الوحيد اللي فيهم تدخين، في سيجار وطبعا البريمير باندز. أخرى فردية. هاي ما شاء الله شرحة برحة. مع صالة جلسة أخرى وغرفة الرئيسية. تشيز وإطلالة أخرى. ما شاء الله يعني الغرفة من الآخر ملاكي ملوكي سوري. تعالوا شوفوا الفي في 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 اي بي. شوفوا الجلسة في الصالة بداية، وهنا كمان الغرفة. هذه الغرفة المفردة من الآخر، وهنا كيف غرفة ومجلس مع إطلالة. إيش كمان؟ غرفة خاصة بالملابس مع دورة المياه هناك. تعالوا تعالوا بسرعة تعالوا. الله 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 الله. ومن هنا طلعنا من الصالة، شايفين بول حمام سباحة خاص ومغطي البي كله، مغطي الخليج كله. بصوا بقى على كله على كله. ايه رأيكم بقى؟ جميل. والمويه هذه تبع المسابح كلها من مياه البحر، يعني معيشينك البحر، جايبين لك البحر جايبينه.
بصوا ده ساونا وهنا حمام كده صغنن يعني قاعة مساج وساونا وخار مغربي كله بالداخل. السلامة. وصلنا معلم آخر هردقة الغردقة المارينا أو مارينا الغردقة. ندخل دلوقتي ونشوف الموجود. كمية سياح في مارينا الغردقة فيها عدد من الأكشاك واليخوت والمطاعم والكافيهات زي ما انتم شايفين حضرتكم يعني. وبس كده على السريع فيها هناك مسجد المينا الكبير ما شاء الله زي ما انتم شايفين هناك حاجة خالص حلوة للتمشية والجلسات. مارينا هنا جلسات أخرى بشكل آخر واللي فوقها هذه شقق للأجار. سوفيرات هدايا مبيعات مصرية أو أسر منتجة على المارينا أيضا. الله شو هذا الصورة مرة عجبتني. أنتي شايفة خيال. بصوا المينا بصوا القارب السريع في طبعا هنا بعض اليخوت ما شاء الله للتأجير. وصلنا السوق المصري بازار هنشوف ناخذ جولة كده نص ساعة نشوف أهم المنتجات الوطنية المصرية. كاس الغردقة لون جديد. كف مريم صح؟ شايفين وردة؟ بتحط في المية وتعمل ايه؟ بيزيد زي ده كده بيفرش كف مريم. بتجاب من فين؟ بيبقى في الجبل في اسوان. في اسوان بس؟ ده بيعملوا بيبقى مصروع. بينزرع في جبل اسوان او في جبال اسوان. بيفرش المية كده بيزيد كده يعطي شكله منظر. له فوائد؟ المية بيفك. لا فوائد دي سالحة من العطار. العطار خلينا نشوف فوائد الكف مريم ايه؟ فوائده بيستخدم لساعة مشروب لساعة الطلع في ساعة الولادة. ولادة ايوه. تشرب بيسرع معهم الطلع. وايه كمان؟ وبيستخدم تاني للمعدة بتخلط خلطات كويس للمعدة للقولون للكبد للحاجات دي انا خلطها حلوة. وفي استخدم تاني في البخور انواع البخور. ممكن بيتعز بالطلب مثلا بيعوزوا كف مريم مع بجاولي مع خلطات بيمنع الحسد وبيمنع الحاجات دي. تمام. لا
بس شكرا يعطيك العافيه. العطار اسم الكريم؟ انا اسمي محمود الشيخ. محمود الشيخ اهلا وسهلا. محمود الشيخ وده محلي. محل عطارة المدينة المنورة. المدينة ما شاء الله. مسمينه على المدينة المنورة عشان احنا نشرب باسم المدينة المنورة. الله يسعدك. طب اعطينا فكرة عن كافي مريم. دي كافي مريم دي اولا دي بتحط في المية بتكبر وتنفش تعمل ريحة حلوة في البيت. الله. وممكن المية بتاعتها بيمسحوا بها كمان البيت. ايوة. لان بيكون حاجات روحانية حاجات حلوة. تمام. كمان تاني بياخدوها ستات بياخدوها كبخار. يعني عشان الواحدة لو مش بتخلف بتكون سبب يعني كده. بتساعد على الخلفة. ايوة. بتساعد على ايوه بتساعد على الخلفة. تمام. وعندي كمان دي الحنظل ده عارف الحنظل ده يعني هذه بتختلف ريحتها عن الصفرة. لا لا لا, لا هو كل واحدة بريحة يعني. ايوه يعني بس مش تظهر ريحة دلوقتي بالمية تظهر. وعندي كمان حاجة دي الحنظل بيطلع من الصحراء. ايوه معروف ده الالام الظهر بيطلع منه الكريم زي دي كده. واحد اثنين ثلاثة. جينا الفندق لوجبة العشاء راح نكمل باقي الفعاليات بعد الوجبة إن شاء الله. بيته في المطعم هذا المكرونة. الله الله.